بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، النيجر بلد إفريقية تعتبر من دول المحبس، أي التي لا تطل على أي بحر، وهي مصنفة من أفقر دول العالم جميعا. وبينما كنا ننتقل إلى القرى، سمعنا عن قرية أصابها فيضان نهر فهدم بيوتها. سبحان الله، كيف لشيء كان في السابق هو مصدر الحياة أن يتحول في ليلة واحدة إلى مصدر هلاك ودمار حتى شل القرية كلها؟ ما عدا شيء واحد لم يتهدم، بيت الله. نعم، لم يتهدم المسجد. هذا النهر يبدو وديعا هادئا مسالما، لكنه قبل فترة قريبة لم يكن كذلك أبدا. لقد هاج وفاض حتى هدم القرية التي تسكن بقربه منذ سنوات طويلة وهم يسكنون، ولكن في يوم واحد أو يومين انتهى كل شيء تماما، حتى أنه أتى على مقابرهم فأتلفها ودمر أسوارها. سبحان الله، مع السيل والفيضان الذي حدث، هذا ما تبقى من مقبرتهم. بعد أن جرف السيل ما جرف، ما بقي إلا بقايا البوابة، وإلا فقد وصل الأمر إلى أن بعض جثث موتاهم قد خرجت من مكانها، وهذا أمر فادح وصلى الله عليه وسلم. فاضطروا أن يهاجروا من بيوتهم المهدمة إلى خيام على بعد أقل من كيلومتر واحد تقريبا، فسكنوا في أصعب الأماكن، وهم لا يملكون ما يبنون فيه قريتهم مرة أخرى. وليست المساعدة أن نبني بيوتهم فقط، لأنك إذا فتحت بيتا ولم يكن لك مصدر رزق لم يكن هذا بيتا، بل هو أقرب للسجن. لابد أن نفكر لهم في مشروع يعملون فيه بأيديهم، بحيث هم الذين يبنون بيوتهم بأنفسهم، فلا يحتاجون لمتبرع يبني بيوتهم، متبرع يؤثث البيت، متبرع ينفق عليهم بعد ذلك، بل يستغنوا بأنفسهم عن غيرهم. لكن كيف؟ هذا النهر عبارة عن ثروة قومية لابد أن يستغل، وحال هذه القرية لا تقف عند هذا الحد. طبعا سبحان الله، يعني هذا النهر يستخدم في كل شيء، غسل، تنظيف، شرب مياه، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فهو في كل شيء يستخدم. لكن لابد أن هناك فكرة، أن هناك إبداع، هناك طرح معين يغير حياتهم تماما. إن دولا أخرى تتمنى هذا النهر أن يكون بقربها لتنجز إنجازات خيالية، ولكن كيف يمكن ذلك لأهل هذه القرية بهذه البساطة وهذا الضعف؟ لابد من حل. جلسنا نفكر مع فريق البرنامج، نبحث عن فكرة. في البداية كنا نفكر أن يكون الموضوع عبارة عن قوارب تنقل الناس من الضفة إلى الضفة الأخرى، وتنقل البضائع أيضا، لكن واقعيا هذه الفكرة ليست عملية. تخيل مثلا لو أن كل أهل القرية ينقلون الناس العابرين للضفة الأخرى، لا شك أن 10% فقط منهم سيعمل، الباقي سيتفرج، لأن عدد الذين يرغبون بالعبور يوميا ليس بكثير. فماذا عسانا أن نفعل؟ لا بد أن لهذا النهر فائدة. الحمد لله، لقد ألهم الله تعالى أحد أعضاء الفريق فكرة لم تخطر لنا. لماذا لا يعملون حظيرة لتربية الأسماك داخل النهر؟ هذا لا يكلف، بل يستطيع أهل القرية أن يفعلوه بأيديهم. والسمك الحمد لله سعره مرتفع في النيجر، لأنها كما ذكرت لكم من قبل تعتبر من دول المحبس، يعني لا تطل على أي بحر. فكل ما عليهم فعله هو أن ينسجوا بعض الشباك على قضبان حديدية، ويجعلوا معها براميل لكي تطفو على النهر، ثم يضعوا صغار السمك وينتظروه حتى يكبر ليبيعوه بأضعاف ثمنه. كم يعني أربحت بنو بيا البيوت بتاعكم؟ هذا السمك اللي راح يربوه إن شاء الله. يربوه؟ نعم. الآن هو سمك. إذا طبقت العائلة الواحدة هذا المشروع، فإنها ستتمكن بعد 4 أشهر ليس من بناء مسكنها فقط، بل ستتمكن من بناء 3 بيوت إن شاء الله عز وجل. ولك أن تتخيل كيف ستستغني العائلة في المستقبل.
نحن لم ندفع لهم صدقات ولا مال، كل ما فعلناه أننا علمناهم فكرة تفتح لهم باب رزق وعمل ثم نتركهم وهم يعفون أنفسهم بأنفسهم وبكل كرامة وعزة. أرأيتم كيف أن الفكرة هي أغلى بكثير من النقود والدراهم، لأن النقود تصرفها، أما الفكرة فتستثمرها. هذا صح، نحمد الله ونشكره، يعني نحمد الله ونشكره. أخي الكريم، أختي الكريمة، رزقك قد يكون قريبا منك ولكنك تحتاج إلى الحركة والبحث عنه والسعي فيه، كما أن أهل القرية هؤلاء كانوا قريبين من النهر طوال هذه الأعوام ولم يشعروا بأن رزقهم كان عند أقدامهم. ربنا سبحانه أراد أن يرزق مريم عليها السلام وهي في حالة ولادة، قال لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، يعني لابد أن تبذلي مجهودا ولو بسيطا، إنه سبحانه يستطيع أن يرزقها رطب بدون أن تهز النخلة. بالمناسبة النخلة في العادة لا تهز، ولكن لابد أن تبذل أي مجهود وربنا سبحانه بعد ذلك سيعينك، لكن بشرط اعقلها وتوكل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب، اللهم اجعل رزقنا في رضاك وعلى محبتك، واجمعنا جميعا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.